All people come to him, come to the way of Sultan Al-Anbiya, most honored one and most glorified one, most praised one, in divine presence, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. نحن في حضرة كما كتب هناك حضرة سلطان الأولياء خواجة محمد سيف الدين فريد نجم فرزاد نجم فيف سان أوف سيدنا قربة الوثقى محمد معصوم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بجاه حبيبك المصطفى ورسولك المرتضى وبجاه أنبيائك الكرام أن لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، آمين، ولا دينا إلا قضيته، آمين، ولا مريضا إلا شفيته، آمين، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها يا رب العالمين، آمين. اللهم يسر أمورنا، آمين، واقضي ديوننا، آمين، وفرج كروبنا، آمين، وثبت أقدامنا، آمين، وانصرنا على القوم الكافرين، آمين. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا على الإيمان، آمين، على الإسلام، على الإحسان، آمين. اللهم أظهر لنا صاحب الزمان يا ربنا يا الله لإصلاح الدنيا لإصلاح أمور الدنيا، آمين. اللهم أصلح أمورنا في الدنيا وفي الآخرة، آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، آمين، وفي الآخرة حسنة، آمين، وقنا عذاب النار، آمين، وادخلنا الجنة مع الأبرار، آمين. برحمتك يا عزيز يا غفار يا الله يا كريم يا ستار يا رب العالمين. أفض علينا من تجليات أنوار حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أنوار أصحاب هذه المقامات، مقامات السرهند، أولياء السرهند الذين جاءوا إلى هذه البلاد بطريقة النقشبندية العلية. اللهم ثبتنا وثبتنا على الإيمان معهم، آمين، يا ربنا يا الله، واجعلنا دائما مع النقشبنديين، وخاصة النقشبندية الناظمية التي تتسم باسم مولانا الشيخ ناظم الحقاني. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح بيننا وبين أمة الحبيب، آمين. اللهم أصلح بيننا وبين الأولياء، آمين. اللهم أصلح بيننا وبين المؤمنين، آمين، والمسلمين، آمين. اللهم أصلح بيننا وبين أخواتنا في الدين، اللهم أصلح بيننا وبين أشقائنا في الدم صلة الرحم. اللهم أصلح بيننا وبين أشقائنا يا ربنا يا الله، أشقاء زوجتنا وأشقائي يا ربي يا الله، ونحن معهم جميعا. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم ربنا هدينا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. If we were able to hear him, he is saying that this dunya is like that. They were the kings of this dunya. They were the ulama, sultan al-awliya of this dunya. Where is he now? He is sultan al-akhirah. He is sultan al-awliya fi al-akhirah. But sultan al-awliya fi al-akhirah is different from sultan al-awliya in dunya. It is dunya still. So dunya is faniya, is going. Akhirah is staying.
So they are awliya Allah giving us a reminder that dunya is going, so don't run after dunya, 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 don't have time for your akhirah. And you pretend you are in akhirah, but you are really, you are not in akhirah. In akhirah is by amal, you have to do for akhirah, not to keep quiet and to sleep and to drink and to eat only. But look after the Muslim affair, if they can help them, you can help humanity. That's what Allah likes. May Allah subhanahu wa ta'ala keep those brothers looking after the place here. Ameen. Always, inshallah, strong and happy. And ya Rabbi Allah, make them happy with their children and grandchildren. If not for them, you will never see these maqams. If Wahhabi comes, they don't leave anything. Because of them, Allah is sending more and more people to fix more and more this holy shrine. They kept it for us, for us to enjoy it. And today yesterday the flight was cancelled. They were trying us. Are we going to cancel and stay, or are we going to face the obstacle and find a way to come here? And alhamdulillah, with the Prophet's barakah, Allah made it easy for us to come on a bus instead of a flight, to be here in this day, on Sunday, after this is 13 of Rabi'ul Awwal, to be 12 Rabi'ul Awwal yesterday. Today, 12 Rabi'ul Awwal, in Arab countries was yesterday. So to bring us on 12 Rabi'ul Awwal on Sunday in the time of Sirhind, to visit, to celebrate with them, those who are on the grave, or those who are, because it's a paradise, or those who are outside the grave living in dunya, those are living in akhirah. Both of them celebrating the Prophet's birth. All Jannah, Jinan, all paradises are being decorated with heavenly decoration, with salawat on the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. All angels are ordered to make salawat. It will coincide with the day that we came. That is a blessing. It never happens. It might not happen another time. To come on the day of Mawlid al-Nabi, Rabi'ul Awwal, 12 Rabi'ul Awwal, this is rare. This is means we are accepted in the presence of Prophet. By Awliya Allah, they presented us to Prophet, especially our Sheikh Sultan al-Awliya Sayyidi Shia Muhammad Nazim al-Haqqani, Sultan al-Awliya Sayyidi Shia Abdullah al-Fazil al-Aslan. May Allah be happy with you all, and make these awliya to be happy with us all. Ameen. Harmat al-Habib, Harmat al-Fatiha. يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة لك شفاعة يا
أمهاتنا حضرات السادة والسادة 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 وال